المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم غادي يقدم اهم مخرجات واحد الدراسه اللي قام بها في اطار احاله من مجلس النواب حول تاثيرات الاجتماعيه والاقتصاديه ديال تزويج الطفلات. فعموما يمكن لنا نقولوا بان بعد تحرير حسب المعطيات اللي هي متاحه بان هذا الاثار عموما سلبي على الصحه النفسيه، على الصحه العقليه، وكذلك على الوضعيه الاجتماعيه ديال الفتيات التي تم تزويجهم في ارض الواقع. نتكلموا حنا بالعربيه على التزويج لان كاين واحد الجانب قصري في هذه القضيه ديال الزواج القصير، وهذا الشيء راه كاين تفاصيل في داخل في التقرير. من ناحيه الاحصائيات نلاحظوا بان الى حد الان راه 13000 طفله تم تزويجها يعني علنيا في 2022، وتنشيروا حتى في التقرير بان هذا الرقم ما غاديش نقولوا غير صحيح، انما هو ماشي هو الرقم الحقيقي، لان تم تزويج واحد العديد من الفتيات على طريق الفاتحه، فبالتالي ما تدخلوش في الاحصائيات. هذه من جهه. فنظرا لهذا الاثر السلبي وتنشير كذلك الى الدراسه اللي قمنا بها والتقرير اللي صدر في 2019 من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بحول تزويج الطفلات، جينا بواحد التوصيات اللي هي عموما فيها ثلاثه الركائز. الركيزه الاولى هي الجانب القانوني، واهم التوصيه هي نسخ المادة 20 و 21 و 22 من مدونة الأسرة اللي هي تتسمح للقضاة بالاستثناء. ما غاديش ندخل التفاصيل علاش وكيفاش، داكشي كلشي راه هو موجود. التوصية الثانية وهو أن خص السياسات العمومية اللي تتهتم بحماية الطفولة بالمدرسة يعني بالتعليم، من الضروري أن تقوى وأنها تسرع يعني في الإجراءات باش تحمي أكثر الفتيات من مغادرة المدرسة، من الخروج من التكوين، وفيما بعد كاع جميع الإشكالات اللي هي ما تتخليهاش تدمج في الشغل يعني في عالم الشغل. والركيزة الثالثة هي أن ضروري أن تكون عندنا واحد القاعدة معلوماتية، سيستم دانفورماسيون اللي فيه واحد العديد ديال المؤشرات اللي يسمح لنا احنا كدولة وكمغاربة نتبعوا مدى حماية الطفولة عموما والطفلات، وكذلك تراجع حقيقي لهذه الظاهرة في بلادنا.